وأنا أيضا اليوم مع الراوي والشاعر الشعبي عيسى بن بخيت السليمي في مزرعته، أبى إلا أن يربط كل شيء بالتراث ويجعل الإنسان هنا مرتبط بالماضي ومستقبل ومنشرح الصدر للمستقبل. وأقام هذا المجلس الجميل المختصر في مزرعته، هذا المجلس نموذج للمجلس النجدي القديم، وما زال أهل نجد حريصون جدا على هذا المجلس بهذا الديكور، وأيضا حتى مادة البناء. هذه المادة حديثة من حيث أو من حيث التشكيل، ولكن من حيث الشكل والأساس قديمة، وهي من الطين والتبل. وأيضا هذه الزخرفة معروفة في المجالس القديمة والبيوت أيضا، وكذلك فوق البيوت. من معالم المجلس النجدي القديم مشب النار، هذا مشب النار يوضع في طرف في المجلس، وتكون نافذة خارج المجلس، وتسمى مدخنة، مدخنة يطلع منها الدخون خارج المجلس. ومما هو جدير بالذكر هنا ومن الكلام، أن جميع الرحالة الغربيين الذين نقلوا لنا صورة جميلة عن نجد وعن المجتمع النجدي نقلوا لنا هذا المجلس، داوتي وبلجريف وأيضا يوليوس وتنك وهوبر وغيرهم، كلهم نقلوا صورة هذا المجلس، وكانوا حقيقة سعداء جدا بها، وكان استقبالهم في هذا المجلس وأيضا استضافتهم وإيواءهم في غرف ملحقة بهذا المجلس. وهذا شيء جميل أن نحتفظ بهذا التراث. أيضا هذا المشب ليس يعني محصورا في نجد، لكن غالب مجالس نجد بهذا الطرق، ولكن موجود هذا التنظيم، ولكن الزخرفة تكون خاصة بنجد، لكن حتى المجالس في الحجاز وفي الجنوب وفي الشمال وفي البحرين القديم الأحساء ومنطقة المنطقة الشرقية قديما تسمى البحرين، وهذه النماذج موجودة فيها، وكلنا فخر واعتزاز بماضينا الجميل، وفخر واعتزاز بالرواه وبكل من يحفظ هذا الماضي الجميل.